فريق برشلونة مع بيب جوارديولا كان مختلف عن باقي العالم، كان فريق الوان سايد جيم، بمعنى ان الخطة اللي بينفذها الفريق من ضغط على الخصم واستحواذ طول الوقت وهجمات سريعة جدا وكاونتر اتاكس سريعة جدا كانت مخلية اي فريق بيلعب برشلونة حاسس ان هو مش متحكم في اي حاجة في المباراة. الافكار دي والهوية والفلسفة اللي تبناها بيب جوارديولا هي في الاصل افكار يوهان كرويف، وبالتالي برشلونة معتاد على اللعب بالطريقة دي. واحد من اشهر الجمل اللي قالها شابي هرنانديز عن برشلونة كان بيقول فيها ان احنا عندنا استعداد نخسر واحنا بنلعب الكرة بتاعتنا عن ان احنا نكسب بالكرة العادية، وفعليا هو ده اللي عمله ارنستو فالفيردي، وهو ده اللي كان بيخليني بحبه جدا كمشجع لريال مدريد، برغم ان الراجل برضه كان بيكسب، بس كان بيكسب بطريقة عادية، كان بيلعب بخطط عادية مش خطط برشلونة، وبالتالي كان بيكسب، بس الجمهور ما كانش مقتنع بان هو ده الراجل المناسب لفريق برشلونة. لاول مرة برشلونة كان بيلعب بارتكاز زي ارتورو فيدال في وسط الملعب، دايما المكان ده كان بيبقى فيه شابي هرنانديز، كان بيبقى فيه ايفان راكيتيتش، حتى النوعيه اللي بتعتمد على انها ما بتخسرش الكره تحت الضغط، لكن لما اتحط ارتورو فيدال في مباراه اتلتيكو مدريد في السوبر الاسباني كانت النتيجه ان كل مره اتلتيكو مدريد كان بيضغط على ارتورو فيدال بيستخلص الكوره وبرشلونه بيهاجم فاتح كل خطوطه، وبالتالي الموقف بتاع 3 على 2 اتكرر 100 مره وارنستو فالفيردي قاعد بيتفرج. نفس الموضوع نقدر نطبقه على مباراه ليفربول اللي كانت في السيمي فاينل الموسم اللي فات ومباراة اسبانيول اللي كانت موجودة السنة دي، ان برشلونة لأول مرة يبقى مش بيضغط عالي، يعني خطوط برشلونة اللي احنا بنرمز لها باللون الأحمر قدام الخصم بالمنظر ده اللي لونه ابيض، الخصم بتاع برشلونه بيستلم الكوره، بيستلم الكوره في اي مكان في ارض الملعب من غير ضغط، دفاع برشلونه دفاع عامل لو بلوك، ففي مساحات كتير جدا للاعيبه اسبانيول او كانت لعيبه ليفربول علشان خاطر تاخد الكوره تحولها لجول، تحولها ريمونتادا وبرشلونه يودع بطوله جديده ودوري ابطال مره اخرى بلا نجاح. دي كانت المشاكل اللي موجوده عند ارنستو فالفيردي، اللي حتى لما جه يطبق الضغط العالي على انتر ميلان، انتر ميلان تفوق عليه. ازاي؟ انطونيو كونتي كان ذكي جدا في وسط الملعب، كان بيلعب بيه 3 وقدامهم 2 وفي 2 مهاجمين وبنتكلم على ظهيري جنب، فاحنا بنتكلم في طريقه 3 4 3 في النهايه. كل مرة برشلونة بيحاول يحط ضغط على لعيبة انتر ميلان بسرعة واحد من لعيبة انتر بيتأخر خطوتين عشان يستلم الكورة قبل ما يضغط عليه لاعب برشلونة، وفي اللحظة نفسها واحد من المهاجمين زي لاوتارو مارتينيز بيسيب جيرارد بيكي وينزل يستلم في وسط الملعب في أول ما ينزل، وأول ما يستلم بسرعة التحولات بتاعة انتر ميلان تبتدي تضرب برشلونة في مباراة ما كانش برشلونة يستحق تماما ان هو يفوز بيها. دي الأفكار اللي كان بينفذها ارنستو فالفيردي واللي بسببها فقد برشلونة هويته وفقد إيمان الجمهور بالمدير الفني ده ومشي. مين اللي جه؟ كيكي سيتيان، واحد عنده 61 سنة درب فرقتين بس في الدوري الممتاز في الدوري الأسباني، ما كسبش ولا بطولة في حياته. هل الراجل ده ينفع يكون مدير فني لبرشلونة؟ في الحقيقة إدارة النادي لما جت تشوف هو فالفيردي كان وحش في إيه، فقد هوية النادي، يبقى احنا محتاجين نجيب مدير فني بيقدر يقدر هوية برشلونة، يقدر يلعب بالضغط العالي، يقدر ينفذ الخطط الهجومية، يقدر يعمل البيلد اب والاستحواذ وكل الكلام الجميل ده. كيكي سيتيان واحد من الناس اللي مؤمنة بأفكار يوهان كرويف واللي دايما كان بينفذها مع الفرق بتاعته، واللي بسببها قدر يخلي ريال بيتيس يوصل للمركز السادس في جدول الدوري الأسباني، وده كان طبعا حاجة ضخمة جدا بالنسبة لنادي زي ريال بيتيس. بيلعب ازاي كيكي سيتيان؟ تعالوا نتفرج مع بعض. كيكي سيتيان وهو بيهاجم دايما بيلعب بيه 3 مدافعين علشان خاطر يقدر يساعد نفسه ويساعد فرقته على ان ظاهرين الجنب يفضلوا طايرين بالمنظر ده. واحد من الريسك تيكرز او من الناس اللي بتاخد مخاطره دايما في كره القدم، بمعنى ان في كره القدم الناس اللي بتلعب باتنين ارتكاز بتميل للامان، بتميل ان يبقى في دايما 2 مامنين الرباعي بتاع خط الدفاع او الثلاثي بتاع خط الدفاع، انما الراجل ده بيلعب بارتكاز واحد، ليه؟ عشان هدفه ان الاثنين دول يطيروا بسرعه ويدخلوا قلب الملعب، وبالتالي يبقى في 3 على ثنائي ارتكاز اي خصم فيجبر الخصم انه يتراجع او يعرف يستلم الكوره في موقف يبقى فيه زياده عدديه لفرقته على حدود منطقه جزاء الخصم. طيب ايه الافكار اللي بيحب ينفذها في ارض الملعب؟ طبعا اهم حاجه بالنسبه له استغلال ظهيرين الجنب. ازاي؟ الطريقه الاولانيه المعهوده انك تجمع اللعب كله في ناحيه واحده، وبالتالي تاخد الخصم كله وتاخد انتباه الخصم للناحيه دي، وبعد كده تقوم قالب الملعب بسرعه عن طريق الارتكاز او عن طريق الجناح العكسي، وتوصل الكره هنا في موقف واحد على واحد، وتكون الدنيا اسهل بكتير انك تلاقي مساحات. فكره تانيه بالنسبه له اللي بيحب
يطبقها جدا هي فكرة الراجل ده ليونيل ميسي. دايما المهاجم مش بس بيشتغل ان هو هداف، لا هو في اوقات كتير جدا بياخد السنتر باك يطلع بيه برا الملعب فيدي مساحة للراجل اللي جاي من وراه، او ياخد السنتر باك ده يطلع بيه برا الملعب فيدي مساحة كويسة جدا للمهاجم اللي جاي من وراه اللي هو المفروض ليونيل ميسي. افكار كتير بيطبقها الراجل ده، زي ان الظهير يسيب مكانه هنا في الخط ويدخل وسط الملعب علشان يبقى هو الارتكاز رقم 2 ويقدر يستلم الكرة ويقدر ينقل فرقته بالكامل للمقدمة. هل كيكي سيتيان ده معناه ان هو المدير الفني النموذجي لبرشلونة؟ في الحقيقة لا، لان الافكار التكتيكية اللي احنا بنتكلم فيها دي مدربين كتير جدا في العالم بيؤمنوا بيها ومدربين كتير جدا بيحاولوا ينفذوها دايما. الراجل ده عنده مشكلة كبيرة جدا في تنفيذ خطته، وهي دي اللي هتكون المحك الحقيقي لنجاحه مع برشلونة. اصلا ارنستو فالفيردي قرر ان هو يلعب كرة عادية ويضحي بكرة برشلونة مش علشان هو مش مؤمن بكرة برشلونة، على قد ما هو مقتنع ان قائمة برشلونة دلوقتي ما بقتش قوية بالقدر الكافي اللي تخلي الفرقة تلعب بضغط عالي وتلعب باستحواذ طول 90 دقيقة، علشان كده كنا بنتفرج على برشلونة بيلعب كرة عادية. فهل ارنستو فالفيردي كان عنده حق وكيكي سيتيان لما يجي ينفذ خطته اللي فيها ريسك عالي جدا؟ الريسك ده ان دايما الراجل بيطير اللعيبه بتاعته ورا الخصم وبيحاول يضغطهم واحد على واحد في الملعب زي لعيبه الباسكت كده، طول الوقت انت عايز تضغط الخصم فبتضغط الخصم بمنظر واحد على واحد، اي واحد من الخصوم هيتفوق عليك في السرعه او في القوه انت هتبقى عندك مساحه كبيره جدا في خط دفاعك مكشوفه. فهل لعيبه برشلونه الموجوده في الوقت الحالي هتقدر تنفذ الريسك العالي جدا اللي هيطلبه منهم سيتيان واللي هيطلبه منهم بيب جوارديولا لو رجع في برشلونه؟ ده اللي احنا هنتفرج عليه في الفتره الجايه وهنقدر نقيم من خلاله تجربه كيكي سيتيان.